غموضكم جميعا من أجل تحقيق ما أشار إليه أخونا التوكي وهو الكرامة، الكرامة الإنسانية وبالطبع الحقوق الإنسانية للمرأة العاملة المغربية. كذلك سأيضاً نضال الصمود لإخواني وأخواتي من القطاعات النقابية الأخرى الحاضرة معنا اليوم هنا لدعمكم، دعمكن، دعم نضال شركة خيلكوميز، نضال شركة منظمة الديمقراطية لشركة خيلكوميز. نشكرهم على الحضور معنا اليوم لأن النضال في المنظمة الديمقراطية للشغل هو نضال وحدوي تضامني. يحضر معنا التعليم والصحة والجماعات والتجار والحرفيين والمهنيين والفلاحة وغيرهم من القطاعات، أينما كنا يكون التضامن بيننا من أجل تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة. أخواتي إخواني، إنه من دواعي الفخر والاعتزاز والنضال والمقاومة الاجتماعية أن ألتقي بكم وبكنا مرة أخرى في هذا الفضاء الفني، هذا الفضاء الفني سينما أفينيدا الذي أصبح فضاء للنضال، النضال والمقاومة الاجتماعية التي تتجسد في نضال المرأة المغربية والتي أنتم تمثلونها اليوم في هذا الجمع المبارك. فتحية لكم على نضالكم وصمودكم من أجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة. نضال بامتياز للمرأة العاملة بمدينة العرائش والتي تتواجد بهذه الشركة التي طبعا سنقف عند تجاوزتها الخطيرة جدا وكيف سنتعامل مع الموضوع من خلال المركز أي المكتب المفيد للمنظمة الديمقراطية للشغل. نلتقي اليوم جميعا في هذا الجمع المبارك والمغرب كيحتفل باليوم العالمي، اليوم الوطني للمرأة المغربية اللي كيجي في 10 أكتوبر من كل سنة. هذا اليوم الوطني ديال المرأة المغربية جاء تلبية بطلب وبتوصية من جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده من أجل النهوض بحقوق المرأة المغربية من خلال مدونة الأسرة، من خلال عدة أوراش. لماذا؟ من أجل الرفع بالطبع من مكانة المرأة المغربية في الاقتصاد، في التجارة، في الفلاحة، في الصناعة التي بالطبع تجسدونها اليوم أنتم في هذه المدينة. لذلك هذا اليوم الوطني للمرأة المغربية مناسبة للوقوف على ماذا؟ على ماذا تحقق من مطالبها ومن حقوقها في المساواة بالطبع في كل المجالات، في الصحة، في التعليم، الأطفال ديالها، في الرضاعة، في الشغل، في الكرامة الإنسانية. هذا اليوم الوطني اللي بالطبع هذا الأسبوع واحد العدد ديال القطاعات والجمعيات والمجتمع المدني خاصة الجمعيات النسائية كيحتفلوا بهذا اليوم الوطني للمرأة المغربية دفاعا عن حقوقها. هذا اللقاء اليوم وبهذه المناسبة اخترنا أن نقف عند المرأة، ظروف المرأة العاملة في المغرب، ظروف المرأة الأجيرة في المغرب. فهذا السياق قلت غادي نسألوا أشنو هي الظروف ديال المرأة المغربية اليوم، المرأة العاملة، واش في علم عندها حقوقها؟ واش الأجور ديالها تحترم؟ واش عندها حماية اجتماعية؟ واش الكرامة ديالها تصان داخل العمل؟ أم هناك انتهاكات وتجاوزات وخروقات خطيرة؟ وغادي ناخذوا طبعا غادي نسرع، غادي ناخذوا شركات
خيرجوميز نموذجا لنقول انه بالرغم من توفر بلادنا على دستور جديد سنه 2011 وكذلك توفر بلادنا على مدونه الشهر ومصادقه مع المغرب على مجموعه الاتفاقيات ديال منظمه العمل الدوليه اتفاقيات القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراه وكذلك العمل الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه. ملي تنشوفوا هذا الشيء كامل كاين الدستور الذي يحمي حقوق المراه كاين اليوم الوطني للمراه اللي جات وزياده جلاله الملك كاين كذلك اتفاقيات اللي صدق عليها المغرب نجد انه تحت الشركه بالذات وهو مثال حي في انتهاكات صارخه وقويه وخطيره لحقوق المراه. ما غنهضرش على الفلاحه لانه كذلك في انتهاكات خطيره لكن في هذه الشركه ظهر كبير ان هناك استغلال كبير للمرأة المغربية ولليد العاملة المغربية من خلال المرأة الأجيرة بهذه الشركة. تجاوزات على مستوى الأجور الحد الأدنى للأجر لا يحترم رغم أنه كاين قانون اللي كيفرض وهو مدونة الشغل أنه على رب العمل يحترم الحد الأدنى للأجر وهو كيبدا ب 1500 درهم هو الحد الأدنى وكيرتفع كل سنة. هاد السنة بالضبط الحكومة المغربية وعلى رأسهم رئيس الحكومة سعدي العثماني باتفاق مع النقابات قرر ستكون زيادة في الأجور 5% من شهر يوليوز ديال سنة 2019 وفي يوليوز 2020 كذلك زاد 5% بمعنى 10% في سنة الأجور ديال جميع العاملات العمال في القطاع الخاص. لكن اللي كنسمع اليوم هو انه بدل هذا المدير العام ديال الشركه الاسباني والنائب ديالو بدل ما يزيدوا في الاجور بناء على اتفاق ديال الحكومه المغربيه ماشي غير كلام اتفاق ديال الحكومه المغربيه مفروض عليه قانونا انه يزيد في الاجور هو دابا تيقلص الاجور وكيسرق الاجور ديال العاملات. واحد العدد ديال العاملات خصهم يترسموا لانه اشتغلوا سنوات كثيره خصهم يترسموا داخل المعدن وتكون عندهم حمايه اجتماعيه ويتعودوا على الساعات الاضافيه تبين انه واحد العدد لانه ما كاين حتى شي دوله ولا حتى شي مدينه في المغرب ان العامله خدامه في شركه خصها تخرج من 4 الصباح باش تمشي تخدم 8 الصباح راه ما كاينه حتى دولة. هذا استغلال، هذا احتقار لأن إلا خرجت مع 4 الصباح باش تمشي للعمل ديالها راه خصك تحسبوا هذا السوايع اللي يطافوا ويتعودوا عليهم. لكن مع ذلك بالأساس هذه الشركة بالضبط رغم حسن النية التي أبداها رفاقكم وأخواتكم مع الشركة كانت حسنية على أساس أنه يكون حوار واتفاق وتعالج المشاكل التي هي أحسن ونحافظوا على استقرار الشغل وما نمسوش بالكرامة ديال العاملات والعمال. لكن ماذا وقع؟ الرئيس الإسباني رئيس الشركة الإسباني ونائبه المغربي معك للأسف تراجعوا عن التزاماتهم تخلفوا عن التزاماتهم. اللي خطير في الاشياء انهم ما بقاو يشعروا لا بمفتي الشغل لا بالسلطات المحليه في مدينه العرائش بمعنى انهم كيتحداو كل شيء. هادو واش كيسحابوا؟ كيسحابوا ان هذه الشركه دايرها في الغابه ويدير فيها اللي بقى وهذا كيجيب ليه القاض بانه المغاربه هاد اسبانيا. انا دابا تنهضر مباشره مع المدير العام للشركه وغادي يوصلوا هاد الخبر. المغاربه راه عندهم كرامتهم وغادي يتحدى
نتداو وغنمشيو معاه. هذا المدير ديال هاد الشركة اللي كيجني الملاير، راه كيجني الملاير من المنتوج ديال الشركة، لأن المنتوج ديالو كله كيصدر الخارج، بمعنى أنه المداخل ديالو هو تعد بالملاير. وحنا المغاربة عاطينو الأرض، عاطينو فين ديال الشركة، مقصر ليه من الضرائب ومساعدينو، وفي الأخر هو جا باغي يستغل الآن السواعد والكرامة ديال النساء المغربيات. واليوم نقول له بالحرف أننا سنبدأ معركة أخرى. خلي المعركة اللي هضرتو نتوما عليها هي الإطار. نحن ابتداء من الاثنين سنراسل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لنقول له، نقول له أن المدير العام للشركة يقوم بممارسة خطيرة تمس حقوق العاملات الأجيرات في الشركة وحقوق الإنسان، ويتجاوز كذلك القوانين والتشريعات الوطنية. سنراسل وزير التشغيل الجديد، وزير التشغيل والتأهيل المهني كذلك سنراسله في موضوع ما يقع في هذه الشركة. إضافة إلى هذا، البارح صرنا واحد البنات بالفرنسية، غادي نرسلوا جميع النقابات في إسبانيا، ونقولوا لها أن هذا غنبلغوها بأن هذا مدير هذه الشركة الإسبانية خيل بوميز يستغل النساء الأجيرات ويسرق حقوقهن وأجورهن ليستغني على طبعا الظهر ديالهم وعلى السواعد ديالهم ومن عرق الجبين ديالهم باش يدير هو الملايير. لهذا حينما سنوجه الرسائل لهذ النقابات ونطلبهم يدعمونا، المواد المصنعة هنا سترفضها أوروبا. ما بقيش ما غادي يطالبوا أنه المواد ديالو المصنعة في المغرب اللي باغي يصدرها أنها تمنع، ما بقيش يقبلوها لأنه كيستغل النساء، كيستغل سواعد النساء. هذه طريقة معتمدة عند نقابة في العالم، أنه إلا كان شيء رب المعمل خاصة الشركات الأجنبية يستغل سواعد النساء، على النقابات أن تتابع كل الشركات التي بالطبع تتخذ منه السلعة ديالو. هذا جانب من الجوانب اللي غادي بالطبع نعملوا بها احنا في المنظمة الديمقراطية للشغل بالتنسيق مع الإخوان ديالنا في مدينة العرائش على مستوى المنظمة الديمقراطية للشغل، لكن لن نقف عند حدود ما وقع اليوم من استغلال بشر للنساء الأجيرات بشركة خيل بوميز. لذلك أخواتي إخواني، ملي كنطلبوا العاملات أنهم يبداو يخرجوا 4 الصباح، خص رئيس الحكومة المغربية وزير التشغيل يعرف هذا الشيء، لأن هذا كيعتبر راسو خدام في هذا ويدير في المغاربة اللي بقى. ولكن وكنوجهوا رسالة لهذاك المغربي اللي خدام معاه حتى هو كيمارس نفس الممارسات، تنقولوا ليه حنا معاك زمن طويل، لأنه ما يجري داخل الشركة.